ازاي تلاقي مجلة علمية علشان تنشر فيها البحث العلمي بتاعك؟ ازاي تلاقي مجلة علمية؟ ده سؤال اتسألته كتير جدا وجاوبت عليه كتير جدا لعدد كبير من الطلبة، والسؤال ده اجابته هتكون متخصصة اكتر للناس اللي لسه اول مرة تنشر بحث علمي في حياتها. فاول مرة تنشر بحث علمي فبالتالي مش عارفة تروح فين، مش عارفة تلاقي مجلة علمية، مش عارفة تختار ايه انسب مجلة علمية لتخصصها. في طرق كتير انك تلاقي مجلة علمية، في حاجات كتير جدا، بس انا هختصرها النهارده في دار نشر واحده بس. إيه هدي عليها على مثال ازاي تلاقي مجله علميه في دار النشر ديت، وهي دار نشر مشهوره، دار نشر السفير، اللي عليها عدد كبير جدا من المجلات العلميه. كل اللي انت هتعمله بالخطوات إيه، هتدخل على موقع www.elsevier.com إيه، وما تقلقش انا بعد نهايه المحاضره هكتب كل اللينكس في كومنت واحد تحت الفيديو، تقدر تضغط على اللينكات تقدر تدخل بسهوله. إيه، او ما تدخل على اللينك دوت هتلاقي البرنت سكرين اللي موجوده قدامك. رقم واحد هتلاقي محرك بحث. إيه، دار نشر سفير مش بس دار نشر سفير عليها إيه مجلات علميه، لا عليها كمان كتب وعليها مواقع وعليها حاجات كتير جدا، بس احنا تارجتنا النهارده ان احنا نبحث في ايه، في مجلات علميه بس. فبالتالي انت في البوكس في المربع رقم واحد هتكتب ايه اللي انت بتدور عليه. انا احمد زكريا بشتغل في مجال الطاقه، فانا بدور على مجله علميه بتشتغل في مجال الطاقه. فبالتالي اول خطوه هعملها علشان ادور على المجله العلميه ديت، هكتب في محرك البحث دوت كلمه انرجي. كلمه انرجي كلمه عامه برضو، انت ممكن تخصص كلمه انرجي ديت في كلمه تخصصيه. لو البحث العلمي بتاعك ده في مجال الانرجي ايكونومكس، في مجال اقتصاديات الطاقه، فممكن تكتب انرجي ايكونومكس. انا بدور على مجله علميه في الانرجي ايكونومكس، هتلاقي مجلات علميه في الانرجي ايكونومكس. لو انت بتدور على مجله علميه في مجال مختلف في الهيلث، هتكتب كي ووردز متخصصه. لو ما لقيتش مجله علميه في الكي ووردز المتخصصه ديت، حاول تدور في كلمه اعم شويه. إيه خلينا ده بالنسبه للبوكس رقم واحد. بالنسبه لرقم اثنين هتلاقي فيه اختيارات، في كلمه اول، في ويب بيج، في بوكس، في جورنال. زي ما قلنا النهارده احنا بندور بس في الجورنال، في المجلات العلميه. فبالتالي انت هتختار جورنال. خلينا نشوف، انا قدامكم البرين سكرين، انا حاولت ادور في حاجه واحده بس لانرجي. اول ما دورت على انرجي زي ما انتم شايفين في رقم واحد كتبتها في محرك البحث، هتلاقي قدامك اول بيجز بوكس جورنال. اخترت كلمه جورنالز، فاللي انت هتلاقيه في رقم ثلاثه واربعه وخمسه زي ما هو موجود قدامك في الشاشه، دي مجلات علميه تقدر تنشر فيها البحث العلمي بتاعك في مجال الطاقه. بس المجلات العلميه ديت هتلاقيها باسماء مختلفه، وخلي بالك جدا في نقطه مهمه، المجلات العلمية دي كل واحدة فيها في مجال تخصصي مختلف. مش كل المجلات العلمية في مجال الطاقة تاخد البحث بتاعك وتنشر فيها، لا لازم تعرف ايه التخصص الدقيق للمجال العلمية دي. فأول مجلة انرجي، تاني مجلة قدامكم في رقم 4 انرجي بوليسي، تالت مجلة نانو انرجي. من الأسماء من عناوين الجورنالز هتكتشف ان التخصصات مختلفة، واحدة متخصصة في البوليسي في السياسات بتاع الخاصة بالطاقة، واحدة متخصصة في أبحاث النانو انرجي، واحدة متخصصة في مجال الانرجي كعامة. فبالتالي ازاي بقى تختار من المجلات الكتير ديت؟ أول ما هتعمل محرك البحث في السفير ده نشر السفير، تلاقي مئات المجلات، عايز تختار منهم أنسب مجلة، هتبدأ تدخل على واحدة من المجلات ديت، كل مجلة من المجلات ديت، وتبدأ تبص على الصفحة بتاعتها. لو ضغطنا على مثلا كلمه رينيوبل انرجي او كلمه انرجي في الجورنال في الصفحه اللي فاتت، لو البرنت سكرين اللي فاتت، الصفحه اللي قدامنا هتظهر هي صفحه المجله على دار نشر السفير. زي ما قلنا البحث العلمي عباره عن دار نشر، تحت دار النشر دوت هتلاقي مجلات علميه. رينيوبل انرجي واحده من المجلات العلميه اللي موجوده تحت دار نشر السفير. رقم واحد هتلاقي قدامنا في الشاشه ده عنوان المجله العلميه اسمها رينيوبل انرجي. رقم اثنين تصنيف المجله ديت، هل هي مجله لوكال، مجله علميه لوكال، ولا مجله دوليه بتنشر ابحاث علميه دوليه؟ هتلاقيها مجله علميه دوليه. رقم ثلاثة هتلاقي كلمه اديتور ان شيف. كلمه اديتور ان شيف ده اعلى بوزيشن موجود في المجله، ده الراجل، ده مش الراجل، احنا نقدر نقول عليه الاستاذ الاكثر تخصصا في المجال دوت، واللي رشح لان هو يبقى اديتور ان شيف في المجله العلميه ديت، وهو وافق ان هو ياخد البوزيشن ده. وملحوظه هو بياخد مرتب كمان من المجله العلميه ان هو يكون اديتور ان شيف، ورقم عالي جدا. فبالتالي انت لو حبيت تبحث عن الاستاذ دوت، لو ضغطت على اسمه هتلاقي الايميل ادرس بتاعه،
هتلاقي هو مين ستوريس كريجلو الاستاذ دوت نشر كتاب في السولار انرجي سيستم تكست بوك. الكتاب ده يعتبر من احد اهم الكتب في مجال السولار انرجي. انا عن نفسي اكتر كتاب اتعلمت منه هو كتاب ستوريس كريجلو. نشر عدد كبير جدا من الابحاث، لو فتحت السي في بتاعته هتلاقي السي في بتاعته ما يقارب من حاجه و90 صفحه. السي في بتاعته كتاب، والتكست بتاعه هتلاقيه فونت 8. فبالتالي ده راجل متخصص جدا في مجاله، فبالتالي هو رشح ان هو يكون ايدر ان شيف. فبالتالي انت لو عندك دايما مشكله او عندك استفسار في المجله ممكن تبعث لستوريس كاجو. انا بعت له دايما رسائل وكان بيرد عليا، الراجل فعلا نشيط وبيرد مع انه استاذ كبير في السن بس كان بيرد وعادي جدا. وكنت ببعت له اسئله بسيطه جدا وفي اول بحثي العلمي في اول في حاجات انا ما كنتش اعرفها ورد فعلا. فبالتالي ده واحد من الحالات من الاساتذه النشطه، ده اللي خلاه ترشح ان هو يبقى قدر نشيف في مجاله في المجله العلميه الكبيره دي. هتلاقي على الشمال في صوره، دي الصوره ده اللوجو بتاع المجله العلميه. تحت الرقم 4 هتلاقي رقم 5. رقم 5 ده اي اس اس ان، ده الرقم الدولي للمجله العلميه. ده المجله العلميه كل مجله علميه انت بتنشر فيها بحث علمي لازم يكون ليها رقم دولي. لو انت بتنشر بحث علمي في مجله ملهاش رقم، ملهاش تعريف، ملهاش تصنيف، يبقى المجله العلميه دي ملهاش قيمه. لازم تتاكد من النقطه دي. ف ده الرقم بتاعها كتسبيل. تحت رقم 5 هتلاقي في رقم 6 على اليمين. رقم 6 على اليمين دي حاجه مهمه جدا انت لازم تقراها قبل ما تبعت بحثك للمجله العلميه. لازم تقرا ده، لازم تقرا رقم 6 دي، ولازم تقراها بالتفصيل الممل وتحاول تفهمها بالتفصيل. هتلاقي ان المجله العلميه دي بتقول ان هي بتنشر ابحاث علميه في الرينيوبل انرجي سيستم على سبيل المثال والكومبوننت. المجله العلميه دي برضو بتنشر في الالتيرناتيف انرجي سوليوشنز. هتلاقي المجله ديت مكتوب برضو في رقم 6 زي ما انتم شايفين في الشاشه. المجله ديت بتفوكس في مجموعه معينه من التخصصات، البايوماس، الويند انرجي تكنولوجي، الديسالينيشن، السولار اند لو انرجي اركتكتشرز زي الحاجات المعماريه في الحفاظ عن الطاقه. فهتلاقي التخصص الدقيق للمجله دي مكتوب رقم 6. لو انت ما قريتش رقم 6 وبعت البحث بتاعك لمجله مش في تخصص البحث بتاعك، المجله هترفض البحث بتاعك من اول خطوه، مش هيمشي اي خطوه بعد كده. وهتلاقي الايديتور ان شيف بيقول لك البحث بتاعك ده مش في تخصص المجله بتاعتنا، فبالتالي انا رفضته. فبالتالي حاول تقرا الرقم 6 دي كويس جدا، حاول تعرف تخصص المجله قبل ما تبعت ليها البحث بتاعك. لانك لو بعت البحث بتاعك وتخصص مختلف يبقى انت كده بتضيع وقتك على الفاضي. فحاول دايما تهتم بالنقطه دي. انا عارف ان ده بياخد وقت ومجهود منك ان انت تقعد تقرا الحاجات الكتير ديت، وممكن تكون ممله لعدد من الناس، بس صدقني بعد سنه سنتين ثلاثه هتلاقي نفسك حفظت اسماء المجلات العلميه. انا عن نفسي حافظ اغلب الاسماء المجلات العلميه الموجوده على السفير، وحافظ دلوقتي تخصصاتهم في ايه. ولما بحب انشر بحث علمي في تخصص معين بدخل مباشرة على المجلة العلمية، لأن عارف إن المجلة دي هي متخصصة في المجال ده. مجلة متخصصة في السيميليشن. مجلة متخصصة في ديزاين. مجلة متخصصة في الإكسبيرمنتال. مجلة متخصصة في الهيدروجين إنرجي. مجلة متخصصة في الديسيمينيشن. فبالتالي عارف كل مجلة متخصصة في إيه بالظبط، فبالتالي أنا بروح مباشرة. فأول شغلك في البحث العلمي الموضوع هيكون صعب. هيكون أنت هتحس إن هو ممل شوية. بس مع الوقت هتاخد عليه وهيكون سهل جدا بالنسبه لك. هتلاقي برضو في نفس الصفحه الرئيسيه للمجله العلميه رقم 7 هتلاقي حاجه اسمها سبمت يور بيبر. لو حابب تبعت بحثك العلمي هتضغط عليها وتبدا تعمل ريجستريشن وتدخل على المجله العلميه، تبدا خطواتك انك ترسل البحث بتاعك. رقم 8 حاجه اسمها سبورت اوبن اكسس. انا سالت دايما سؤال، هل البحث العلمي محتاج فلوس انك تنشر بحثك العلمي؟ لا انت مش محتاج. انا ساعات ما كنت في مصر كنت دايما بنشر ابحاث علميه في مجلات علميه دوليه، ما كنتش بدفع اي فلوس خالص. إيه بس بحثك مش هيكون اوبن اكسس. ايه بقى معنى كلمه اوبن اكسس اللي في رقم 8؟ كلمه اوبن اكسس معناها ان البحث العلمي بتاعك هيكون موجود على موقع ساينس دايركت، هيكون موجود اونلاين، اي حد في العالم يقدر يفتحه من بيته من اي مكان. ده معنى كلمه اوبن اكسس. بس عشان يبقى البحث بتاعك اوبن اكسس لازم انت كباحث تدفع مبلغ مالي لدار النشر عشان البحث بتاعك يبقى اوبن اكسس. بيبقى حوالي هو بيبقى مختلف من دار النشر لدار النشر مختلف، بس بيبقى حوالي 5000
هنا في اوروبا حوالي 5000 يورو، اكتر من 5000 يورو عشان البحث العلمي بتاعك يبقى اوبن اكسس. لو انت كباحث مش عايز البحث العلمي بتاعك يكون اوبن اكسس، مفيش اي مشكله، انت ممكن تنشره بس مش هيبقى اوبن اكسس، هيكون منشور وكل حاجه في المجال العلميه، بس عشان اي حد يقراه لازم هو اللي يدفع. انا ساعتها كنت في مصر كنت بعمل عادي جدا مش اوبن اكسس، لان ما كانش معايا فند تمويل عالي وفلوس، كنت بنشر كل ابحاثي مش اوبن اكسس. لو انت بتشتغل بره مصر ومعاك تمويل من مشروع علمي، هتلاقي غالبا المشاريع العلميه المموله بره مصر بيقول لك لازم تنشر اوبن اكسس، لان نشر الاوبن اكسس بيدي صلاحيه ان اي حد في العالم يقدر يشوف البحث بتاعك بدون ما معوقات ان هو يدفع فلوس، لان موضوع ان هو يدفع فلوس بيدي تقريبا نوع من انواع التمييز ما بين الغني والفقير، اللي يقدر واللي ما يقدرش، لان يعني في دول ما بتقدرش تدفع، في مؤسسات علميه ما بتقدرش تدفع لدار النشر عشان تقدر تشوف البحث العلمي بتاعك. في مؤسسات بتقدر. بالنسبه لك في مصر انا سمعت عن الاوبن اكسس انك في حاجه الحكومه عملتها انك تقدر تشوف الابحاث العلميه، انك تسجل برقم البطاقه بتاعتك او بالايميلك الرسمي في الجامعه وتقدر تشوف الابحاث العلميه، بس انا ما عملتهاش قبل ما اسافر، فغالبا موجوده، فانت حاول تشوف مع جامعتك تقدر تشوف الابحاث العلميه بتاعتك تقدر تشوفها بسهوله. فبالتالي رقم 8 سبورت اوبن اكسس، ده معنى كلمه اوبن اكسس معنى انك تدفع عشان تنشر بحثك العلمي او ما تدفعش عشان تنشر بحثك العلمي. فبالتالي انت لو معكش فلوس ممكن عادي تنشر بحثك العلمي من غير ما تدفع اي فلوس، مش محتاج اي فلوس عشان تنشر بحثك العلمي. ده بالنسبه لده نشر سفير ومعنى كلمه اوبن اكسس. رقم 9 هتلاقي كلمه فيو ارتكل، لو ضغطت عليها هتقدر تشوف الابحاث اللي اتنشرت الحديثه في المجله، مش بس الابحاث الحديثه، الابحاث الاكثر قراءه في المجله العلميه ديت تقدر تبص عليها والاكثر تاثيرا. رقم 10 هتلاقي حاجه اسمها جايد فور اوثرز، دي برضو نقطة مهمة جدا قبل ما تبعت للمجلة لازم تبص عليها، دي مجموعة جايدز عشان النشر في المجال العلمي. رقم 11 هتلاقي الابستراكت والاندكس، هتلاقي مجموعة ابستراكتس للابحاث العلمية الحديثة. رقم 12 هتلاقي حاجة كلمة اسمها تراك يور بيبر، انك بعد ما بعت البيبر بتاعتك للمجلة بتبدا تتابع وتشوف هل حصل فيها حاجة ولا لا، تبدا تدخل على السيستم وتشوف هل حصل حاجة مختلفة ولا لا. رقم 13 قدامنا في الشاشة اوردر جورنال. زمان ما كانش الموضوع اونلاين، زمان كان الناس بتنشر بحثها العلمي وبعد ما تنشر بحثها العلمي بتطلب نسخه مطبوعه من المجله، بتطلب من المجله اللي هي تبعت لها نسخه مطبوعه من البحث دوت، فبتدفع فلوس للمجله فالبحث بيجي لها مطبوع. بس حاليا ما حدش بيعمل دوت، نادرا لما حد بيطلب نسخه مطبوعه من دار النشر، ما بقاش شائع حاليا، بس ده كان موجود زمان وبكثره، لان زمان كان نظام ان الباحث بيبعت بحثه بالبريد مش بالايميلات، كمان بيبعت بحثه بالبريد وبعد كده الجورنال بعد ما بتنشر بتبعت له البحث كنسخه مطبوعه، ولازم تبعته له كنسخه مطبوعه في العدد اللي اتنشرت فيه المجله كامل. بعض الاساتذه اللي بيترقوا احيانا بيطلب منهم حاجات زي كده، بس في دول او دول لا، بس ده مختلف. بس انا لغايه اللحظه الحاليه ما احتجتوش، وعمري ما طلبت نسخه مطبوعه من المجله، وعمري ما دفعت فلوس ان انا اطلب نسخه مطبوعه، لانه حاجه ملهاش اي اهميه بالنسبه لي. رقم 14 هتلاقي حاجه اسمها جورنال ماتريكس. جورنال ماتريكس دي بقى مجموعه من الخيارات، مجموعه الخيارات دي حاجه اسمها السايت سكور، الامباكت فاكتور، الفايف ييرز امباكت فاكتور للجورنالز، والسورس والتراكنج للجورنال. الامباكت فاكتور اهمهم الامباكت فاكتور بتاع الجورنال، ده معامل تاثير الجورنال نفسها، هل الجورنال ديت فعلا الرينك بتاعها عالي ولا لا؟ فبالتالي الرينك دوت تقدر تشوفه. فاكرين البارز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي فاتت ال 14 بار؟ البار بتاع الاوبن اكسس زي ما قدامكم، دي البار بتاع الاوبن اكسس، لما تضغط عليها بيظهر قدامك حاجه اسمها جولدن اوبن اكسس وسبسكريبشن. زي ما قلت انت مش محتاج تدفع، لان في ناس كتير بعتت لي احنا محتاج ادفع 5000 يورو عشان انشر، مش محتاج نهائي. انا نشرت عدد كل الابحاث اللي انا نشرتها مجانا، انا ما دفعتش ولا قرش في الابحاث اللي اتنشرت في جورنال، انا دفعت بس فلوس في الابحاث اللي اتنشرت في مؤتمرات، لان المؤتمرات حاجه مختلفه ثانيه، ولما نيجي في المؤتمرات هنتكلم عليها. بس كل المجلات العلميه اللي انا نشرت عليها شخصيا ما احتجتش اي حاجه من الحاجات ديت.
البار التاني لو فاكرين البار بتاع جايد جايد فور اوثرز، تعريفات الاوثرز، الحاجات المهمه جدا للاوثرز. قبل ما تبعت بحثك العلمي لازم تدوس على جايد فور اوثر في المجله العلميه ديت وتبدا تشوف ايه اللي موجود عليها. لازم تعرف نوع البيبرز اللي المجله دي تقبله، لان في انواع كتير من الابحاث العلميه، في اوريجينال، في ريفيو، في تكنيكال نوت، في شورت كوميونيكيشن، في حاجات كبير من انواع الابحاث العلميه. فلازم تعرف نوع البحث العلمي بتاعك، لان في مجلات علميه ما بتقبلش الباحثين ان هم يبعتوا ريفيو بيبرز، ده نوع من انواع الابحاث العلميه، لازم يكون استاذ. فبالتالي لازم تعرف نوع البحث العلمي اللي المجله بتقبله. في مجلات علميه ما بتنشرش غير ريفيو بيبر بس، ما بتنشرش اوريجينال بيبرز زي رينيوبل اند سستينبل انرجي ريفيو، بس هم غيروا النظام حاليا بقى بينشروا الاوريجينال. فلازم تبص على التايبس اوف بيبرز للمجله العلميه تبدا تعرف. لازم تشوف الاسكس، لازم تشوف السبمشن ديكلينيشن، لازم تعرف ايه هي الخطوات اللي انت بتبدا تكتب البحث العلمي بتاعك بيها، الفونت، اللاين سبيس، الفونت سايز، كل حاجه انت محتاجها هتلاقيها في الجايد فور اوثر. على سبيل المثال في الكولمن اللي في النص هتلاقي في الابستراكت، الكي ووردز، الارت وورك، التيبل، ازاي تكتب تيبلز، ازاي تكتب ريفرنس، لو حابب تضيف فيديو ممكن هتلاقي التشروحات بتاعته. فكل واحده من الحاجات ديت لازم تبص عليها في المجال العلمية قبل ما تختار المجال العلمي دي. ده على سبيل المثال لما بنضغط على رينيوبل انرجي عشان تبدا تشوف الابحاث العلميه اللي اتنشرت من رينيوبل انرجي، وبتلاقي الفوليومز الاخيره كلها وايه اللي هم نشروا. كلمه ابستراكت اند اندكس اللي احنا شفناها قبل كده، دي مجموعه الابستراكت اند اندكس للجورنال. الجورنال ديت متسجله مع سكوبس، متسجله مع ريسيرش اليرت، اكاديميك ريسيرش كومبيتنس. دي مجموعه داتابيس كتير جدا، فبالتالي اي بحث بيتنشر في مجله رينيوبل انرجي هتلاقيه على الداتابيس للحاجات الكتير دي، ويب اوف ساينس، ارت انجينيرنج اندكس مصر، كل الحاجات ديت داتابيس. وبالنسبه لي انا بعتبر اشهرهم سكوبس، فبالتالي هتلاقي البحث بتاعك لو نشرته على المجله دي هتلاقيه اوتوماتيك نزل على موقع سكوبس. فبالتالي ده حاجه تخليك تقدر تعرف هل البحث بتاعك هيوصل للاندكس ولا لا. دي كانت مجله علميه اسمها رينيوبل انرجي. خلينا نشوف دي مجله علميه ثانيه في الانرجي لما عملنا البحث اسمها ابلايد انرجي. لو بصينا على رقم واحد هتلاقي الديسكريبشن بتاع المجله ديت مختلف تماما عن الديسكريبشن بتاع رينيوبل انرجي. هتلاقي المجله دي بتتكلم عن الانرجي كونفرجن، الانرجي ريسورسز، الانفيرمنتال بوليس، السستينبل انرجي سيستمز. ده تخصص المجله الابلايد انرجي، ومجله الابلايد انرجي ما بتنشرش ابحاث ثيوريتيكال، لازم تكون براكتيكال ولازم تكون اتعملت عملي. يعني لو عامل بحث ثيوريتيكال وسيميليشن وتحاول تبعته للابلايد انرجي، فرصه انك تنجح ان البحث بتاعك ينجح ويتنشر فيها تكاد تكون مستحيله. لان انا ريفيور برضه على ابلايد انرجي وبشوف الابحاث العلميه اللي موجوده كتير في ابلايد انرجي، بالتالي لازم تقرا المجال، لازم تعرف تخصص المجله دي. رقم 2 على الشمال هتلاقي برضه في المجله العلميه ديت التعريف بتاع المجله، واهمهم الامباكت فاكتور. الامباكت فاكتور بتاع مجله ابلايد انرجي 7.900. بالنسبه للمجال الانرجي ومجال الانجينيرنج ده رقم عالي جدا. لو انت بتتكلم في الهيلث هتلاقي حاجات بال 30 امباكت فاكتور 30، ده معامل تاثير المجله العلميه. فبالتالي لما بتختار المجله العلميه حاول تختار مجال ليها امباكت فاكتور عالي، لان ده بيرفع من مستوى البحث العلمي بتاعك لانه اتنشر في مجله علميه كبيره. ده مثال ثالث لمجله علميه ثالثه موجوده على نشر سفير، رينيوبل اند سستينبل انرجي ريفيو. انا نشرت ثلاث ابحاث في المجله ديت. المجله دي بتنشر ريفيو بيبرز بس، كانت بتنشر ريفيو بيبر بس، بس من السنه دي 2019 هم بداوا ينشروا اوريجينال كمان بيبرز. فبالتالي لازم تبص على تخصص المجله ديت، ولازم تعرف هم بينشروا ايه في تخصص ايه. بينشروا في الانرجي ريسورسز، في الابلكيشن، في الاوتورايزيشن، زي ما انت شايف رقم واحد في رقم اثنين. في رقم اثنين هتلاقي المجله بتقول ببلش ريفيو بيبرز، وضافوا كلمه اوريجينال ريسيرش بيبر كيس ستادي اند نيو تكنولوجي جنب رقم اثنين. بالتالي ده معناه ان هو بينشر حاليا اوريجينال وكيس ستادي وريفيو بيبرز. بس من سنين سابقه المجله دي كانت متخصصه بس في ريفيو بيبر، ما تنشرش اي اوريجينال. رقم 3 على الشمال هتلاقي نفس الكلام، الامباكت فاكتور بتاع المجله هتلاقيه 9.184، فده امباكت فاكتور عالي جدا 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 في مجال الانرجي بالنسبه لنا في السيستم انجينيرنج مش الماتيريال. يعني في الماتيريال بتبقى حاجه مختلفه تماما، في النانو وماتيريال ستاديز بتبقى حاجه مختلفه. ده مثال رابع لمجله رابعه في الانرجي ايكونومكس، تخصصها زي ما شايفين على اليمين في رقم واحد، دي مجله تخصصها في الايكونومكس بس. لو بتحاول تبعت بحث لازم تبعته في تخصص المجله. مثال تاني انرجي اند بيلدينج، بتنشر ابحاث علميه في الانرجي وريليتد ليها للمباني. فده عدد كبير من
ابحاث للجورنالز. ودي الطريقه اللي انا دايما بستخدمها علشان الاقي مجله علميه على ده النشر السفير. مع الوقت ايدك هتاخد على الموضوع، هتلاقي المجله العلميه بسهوله، مش هتحتاج تعمل كل ده، مش هتحتاج تقراهم، لان خلاص انت عندك انطباع، عارف ايه هي الفورمات للمجله العلميه دي، عارف ايه هي التخصص بتاعها، عارف ازاي تبعتها. لو انت مش عارف تحاول تستشير استاذك، حاول تساله، لانه الشخص اللي بينشر عدد ابحاث كبير في نفس المجله او في المجلات ديت بيبقى عنده انطباع او عنده خبره ايه هي احسن مجله يروح ليها البحث بتاعه. فبدل ما تضيع وقتك وتبعت للمجله وفي الاخر وقتك ضاع من غير اي اوبوت، حاول دايما تاخد النصيحه من حد دايما اشتغل في نفس المجال. ده بالنسبه لانك ازاي تلاقي مجله علميه. بعد ما لقيت المجله العلميه اللي انت مستهدفها وعملت البحث بتاعك وحابب تنشر فيها البحث بتاعك، ازاي تاخد المجله البحث بتاعك دوت وتنشره في المجله العلميه ديت. برضه نفس الكلام، انا هحاول اشرح الطريقه ديت على مثال على دار نشر السفير. بس في دار نشر كتير كنيتشر، سبرينجر، اي تريبل اي، وكل دار نشر ليها طريقه مختلفه، بس غالبا هتلاقي فيه حاجات كومن كتير موجوده ما بين المجلات العلميه. لو فاكرين المجله العلميه رينيوبل انرجي اللي احنا شرحنا عليها واخترناها وقلنا خلاص انا معايا بحث علمي في مجال رينيوبل انرجي، في واحد من مجالات رينيوبل انرجي على سبيل المثال في السولار ثيرمال ابلكيشن، وخلاص انا عرفت ان المجال ده موجود في المجله ديت، وبدات ابعت البحث بتاعي للمجله العلميه دي. فاول خطوه هعملها زي ما انتم شايفين، لو فاكرين رقم 7 قدامنا في الشاشه، رقم 7 سمت يور بيبر. انا هبدا ابعت البيبر بتاعتي للمجله العلميه، هبدا اضغط عليها. فلما هضغط عليها هتظهر قدامي الشاشه ديت، هيظهر قدامنا على الشاشه دي حاجتين. رقم 1 اليوزر نيم والباسورد. لو انت عملت اكونت اوريدي على دار نشر سفيرز في المجله العلميه السابقه، فانت هيكون ليك اكونت بيوزر نيم بايميل ادرس او يوزر نيم وباسورد، فبالتالي انت مش محتاج تعمل ريجستريشن. لو دي اول مره ليك كطالب او كباحث لسه ما نشرتش اي ابحاث على دار نشر سفير، فبالتالي انت هتروح للرقم 2 وتبدا تعمل ريجستريشن للاكونت بتاعك. تبدا تدخل في الريجستريشن بتاعك وتبدا تدخل البيانات بتاعتك، اسمك، المؤسسه بتاعتك، ايميلك، الافليشن، كل حاجه، ورقم موبايلك. ويفضل لما تيجي تملى البيانات دي تحاول تملاها بايميل رسمي، ويفضل كمان تضيف ايميل تاني، ايميل مش رسمي، لان الحكايه ديت مشكله حصلتني كتجربه، انك لو بتنشر بحثك العلمي بايميل رسمي لمؤسسه واحده وبعد كده انت غيرت وظيفتك فالمؤسسه ديت ايميلك اتغير. فحاول دايما تضيف كل ابحاثك في كل الاكونتات بتاعك ايميل شخصي ليك بالاضافه لايميلك الرسمي، لان لو حد بيحاول يتواصل معاك لبحثك العلمي ده هيبعت لك بايميلك الرسمي وايميلك الشخصي، لان يعني الناس عارفه الباحثين الكبار عارفين الايميل، احيانا الناس بتبدا تغير. فبالتالي لازم، يفضل، هو مش لازم بس يفضل، لما تيجي تعمل اكونت تعمل تسجيل للحاجتين. بعد ما عملت التسجيل وكتبت اليوزر نيم بتاعك والباسورد وعملت لوجين، هيبدا يظهر قدامك الشاشه اللي قدامك ديت، دي الصفحه الرسميه للمجله العلميه. الصفحه الرسميه للمجله العلميه زي ما هي قدامك عشان تبدا تمشي في الخطوات انك تنشر بحثك العلمي بعد ما خلصته دوت كستبس علشان توصل في الاخر للمجله العلميه من غير اخطاء. هتلاقي الشاشه اللي قدامك، رقم 1 هتلاقي الصفحه الهوم ديت، الصفحه الرئيسيه للمجله العلميه. هتلاقي اسم المجله زي ما قلنا قبل كده، التخصص بتاعها برضو هيبقى موجود في رقم 1. بعد رقم 1 هتلاقي رقم 2 من فوق خالص، هتلاقي كلمه ريجستر. لو انت ما سجلتش ممكن تعمل ريجستريشن زي ما انت شايف قدامك. ريجستريشن بسيط جدا، بتكتب الفيرست نيم واللاست نيم والايميل ادرس وكونفيرم الايميل ادرس، وبعد كده تبدا تدخل البيانات بتاعتك بعد كونتينيوني وتخلص كل الداتا بتاعتك. تالت حاجه موجوده في الجورنال حاجه اسمها لوج ان. لوج ان خلاص انت عملت تسجيل في المجله العلميه وبقى ليك اكونت، بقى ليك حساب هتبدا تنشر بيه. تبدأ تدخل باليوزر نيم والباسورد بتاعك، كده انت عملت اول خطوه ان انت تبدا تنشر في المجله العلميه. بعد رقم 3 هتلاقي حاجه اسمها رقم 4 في الباره اللي موجوده فوق للمجله، حاجه اسمها جورنال انفو. ايه هي المعلومات بتاع المجله ديت؟ لو ضغطت عليها على جورنال انفو هتلاقي الصفحه الرسميه للمجله بعتتك تاني للصفحه الرئيسيه لدار النشر السفير. فهتبدا تشوف الصفحه الرئيسيه هتلاقي البيانات بتاعه المجله العلميه من رقم 4. مش بس كده، رقم 5 في المجله العلميه هتلاقي حاجه اسمها جايد فور اوثرز، زي ما هي موجوده على دار النشر هتلاقيها برده موجوده
على المجال العلميه، ومن المجال العلميه بتبدا تبعتك مباشره لدار النشر جايد اوف اسر. ونصيحه للشباب اللي لسه اول مره تبعت، ما تبعتش بحثك وخلاص، حاول تقرا الجايد فور اسرز لكل مجله، لان هي مش لازم تبقى متشابهه لكل المجلات العلميه، هتلاقيها مختلفه من مجله لمجله ثانيه مجله ثالثه. وفي حاجه ثانيه مهمه، من سنتين دار نشر سفير عملت حاجه اسمها يور سبمشن يور واي. كلمه يور سبمشن يور واي ده سيستم، السيستم ده معناه ان انت بتبعت البحث العلمي بتاعك من غير ما يكون على فورمات المجله العلميه. دار النشر عملت ده عشان تبقى تريح الباحثين، لان هو ممكن يكون بيبعت بحثه ويترفض، وبعد كده يروح يغير الفورمات المجله تانية ويبعته ويترفض، وهكذا وهكذا وهكذا. بالتالي حابب تقول انا هعمل نظام جديد اسمه يور سبمشن يور واي، انت خلاص بعته بفورمات مختلفه، انا هدخله في التحكيم، هيبدا يتراجع. بعد ما يتراجع لو اتقبل، المجله العلميه هتطلب منك ان انت تحوله للفورمات للمجله. ده هنرجع له، ولما تيجي تبعت الفايلات هقول لكم فين يور سبمشن يور واي تختاره. لو اخترته انت ممكن تبعته من غير ما تعمله على فورمات المجله العلميه، ممكن تريح نفسك، بس حاول على قدر الامكان الفايل يكون مكتوب بطريقه منسقه، مش اي طريقه وخلاص. ده بالنسبه لرقم 5 جايد اوف اوثرز بتاع المجله العلميه. رقم ستة دي كلمة المين منيو، ده مش الهوم، الهوم بيطلعك على الصفحة الرئيسية للمجلة، بس المين منيو بيطلعك للصفحة الرئيسية لصفحتك أنت كباحث علمي على المجلة العلمية دي. الصفحة الرئيسية دي رقم ستة هتلاقي فيها ثلاث خانات. أول خانة مكتوب فيها نيو سبمشن. نيو سبمشن لو أنت هتبدأ تبعت للمجلة العلمية بيبر، تبدأ تدوس على صمت نيو مانسكريبت. البحث العلمي بتاعك ما بيبقى اسمه ريسيرش بيبر، يبقى اسمه مانسكريبت. يفضل مانسكريبت لغايه ما يتوافق. اول ما يتوافق في الحاله دي بيبقى اسمه ريسيرش بيبر. بس طول ما هو ما اتقبلش كبحث علمي، ما اعترفش بيه، بيفضل مخطوطه، بيفضل درافت. لسه بيتغير مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما يتقبل ويبقى مقبول للمحاكمين. فبالتالي اول خانه عندنا اسمها نيو سبمشن، فهتلاقي فيها اول حاجه سبمت نيو مانسكريبت. لو انت بتبعت اول بيبر ليك هتلاقيه لازم تضغط على صمت نيو مانسكريبت. تاني حاجه سبمشن سنت باك تو اوثر. لو بعت البيبر بتاعتك والبيبر بتاعتك دي التكنيكال اوفيس بدا بص عليها وما عجبتهوش، اللغه بتاعتك وحشه، الفورمات ما عجبتهوش، اي ملاحظه من التكنيكال اوفيس هتلاقيه بعت لك البيبر دي تاني، وهتلاقيها موجوده على سبمشن سنت باك تو اوثر زي ما انتم شايفين قدامكم جنبها رقم صفر، بس لو بعتها لي تاني هيبقى في رقم واحد. تالت حاجه اسمها incomplete submission. لو انت بدات اجراءات ان انت تبعت البحث بتاعك والبحث بتاعك ما خلص، او حصل مثلا الانترنت فصل معاك، تبدا ترجع تاني للاكونت بتاعك، هتلاقي كل حاجه متسيفه في incomplete submissions، تبدا تدخل عليها، تبدا تكمل ارسال البيبر بتاعتك والداتا بتاعتك والفايلات. رابع حاجه موجوده submission waiting for author approval. بعد ما بتبعت البيبر تحط البيبر بتاعتك وتحط البيانات بتاعتك وتحط كل الفايلز، بيبقى فيه بوكس صغير بتعلم عليه. اول ما بتعلم عليه ده معناه انك بتوافق على الريسيرش اسكس. اول ما بتوافق على الريسيرش اسكس البحث بتاعك بيفضل ويتنج لغايه ما توافق عليه. اول ما بتعلم على الاسكس ان انت خلاص موافق ان انت بتبعت البحث بتاعك دوت وانت ملتزم بالاسكس اخلاقيات بتاع البحث العلمي، وان البحث بتاعك ده اوريجينالز، البحث بتاعك بيتحرك من ويتنج فور ابروفال لسبمشن بينج بروسيس. ده اول سيكشن فور نيو سبمشن. بعت البحث بتاعك، البحث بتاعك هيفضل في الخانه ديت لغايه ما البحث بتاعك بيتبعت للمراجعين. اللي بيحصل كتالي، البحث بيتبعت للتكنيكال اوفيس، التكنيكال اوفيس لو حس ان البحث بتاعك تمام، بعد ما التكنيكال اوفيس بيوافق عليه بيبعته للايدر ان شيف. الايدر ان شيف بيبص عليه، ممكن الايدر ان شيف يرفضه مباشره من غير المراجعه ويبعت لك رفض مباشر. وغالبا هتلاقي عدد كبير من الاساتذه الايدر ان شيف للجورنالز بيرفضوا مباشره لو حس ان الكواليتي بتاع البيبر بتاعتك وحشه، بس ما بيبعتهالكش ويقول لك الكواليتي البيبر بتاعتك وحشه، بيقول لك البيبر الكواليتي بتاعتها كويسه بس هي اوت اوف سكوب للجورنال. بيحاول يقولها لك بطريقه لبقه محترمه، بس لو استلمت ايميل بيقدر انشيف انت متاكد ان هي في السكوب بتاعك في سكوب الجورنال، والقدر انشيف قال لك ان هي اوت اوف سكوب، اعرف على طول ان هو بيحاول يقول لك بطريقه محترمه إيه البحث بتاعك الجوده بتاعته ضعيفه، بس هو مش عايز يكتب لك كده، هو بيحاول يقولها لك بطريقه لبقه. فبالتالي لو عمل كده على طول ما تبعتش تاني، حاول تحسن بحثك وتبعته تاني مش تبعت مباشره.
فقلنا اول حاجه تكنيكال اوفيس. بعد تكنيكال اوفيس بتتبعت الايدرو ان شيف. الايدرو ان شيف ممكن يرفضها ممكن يقبلها. الايدرو ان شيف لو قبلها بتتبعت للريفيور. الريفيور المراجعين بيبقوا من 3 ل 5 مينيمم، من 3 واحيانا بيكونوا 2 عشان اكون صريح معاكم. الايدرو ان شيف ممكن يكتفي باثنين. الايدرو ان شيف بيختار مجموعه من المراجعين في تخصصك او مش في تخصصك، يحاول يختار 5 باحثين دكاتره، ممكن يكونوا طلبه، ممكن يكونوا ناس لسه مشهور. انا ريفيور بقالي 7 سنين على ده النشر السفير وعلى ده النشر سبرينجر واي تربل اي. المراجعه نفسها الايدر ان شيف بيحاول ياخد كل الكومنتس من الناس الهاي ليفل اكسبيرينس والناس اللو اكسبيرينس في نفس الوقت، مش بس الهاي ليفل اكسبيرينس، لان احيانا الشخص اللي مش في تخصصه او لو اكسبيرينس بيشوف نقط الشخص الاكسبيرينس بيهملها. فبالتالي حاول تبص على الاثنين، حاول تبص على الاثنين والريفيور الريفيور بيكتب كومنتس بتاعه للإيديتور، الإيديتور ان شيف بيبدا ياخد قرار. لو الريفيورز قرروا ان البحث بتاعك محتاج تعديلات، البحث بتاعك هينزل في الخانه اللي في النص، الخانه اللي في النص اللي مكتوب عليها ريفيجن. البحث بتاعك هيبدا ينتقل لحاجه اسمها سبمشن نيدنج ريفيجن، بدل ما هو زيرو هتلاقيه رقم واحد، فالبحث بتاعك هينتقل للخانه دي. لو عملت الريفيجن وبعته للتكنيكال اوفيس، ممكن التكنيكال اوفيس او الاديتور يرفضه يبعته لك تاني، فهتلاقي البحث بتاعك موجود في السنت باك تو اوثر. لو حسب برضو انت ما عملتش كومبليت بعت البحث بتاعك كمراجعه كامله هيظهر في الانكمبليت. لو البحث بتاعك دوت ريفيجن ويتنج فور ابروفال، لازم برضو تعمل له ابروفال حتى بعد ما عملت مراجعه او تعديلات، لازم تعمل له ابروفال في الاسيت. بعد ما خلصت الريفيجنز هتلاقي البحث بتاعك موجود في الريفيجن بينج بروسيسد. بعد ما خلصت انت في حاجتين ممكن تقول: انا موافق اعمل مراجعه او هرفض. وغالبا كل الناس بتوافق تعمل مراجعه، مفيش اي مشكله ان انت تعمل مراجعه، تكتب الكومنتات بتاعتك للريفيورز، الريفيور ممكن يوافقوا او لا، او ممكن ترفض مباشره وتقول انا مش هراجع خلاص، انا بسحب بحثي من المجال العلمي دي وهحاول انشره في بحث تاني. فلو انت سحبت البحث بتاعك هيفضل موجود في الديكلايند ريفيجن. دي تاني بوكس موجود عندنا في الخانه رقم 6 اللي هي الاوثر مين ريفيو بيج. تالت خانه مكتوب عليها كومبليتد. لو انت خلاص بعت البحث بتاعك دوت، البحث بتاعك ده سواء اتقبل او اترفض، البحث بتاعك هيبقى موجود هنا في سبمشن وذ ديسيجن، هيبقى متسجل فيه انت بعت البحث ده يوم ايه، التاريخ اللي اتخذ فيه القرار ده يوم ايه. لانك لو عايز تبعت المجله ثانيه علميه ثانيه لازم تستنى المجله العلميه دي لما تاخد ديسيجن او تسحب البحث بتاعك، بعد كده تبعت المجله العلميه ثانيه. فلو انت خلصت البحث بتاعك وخلاص توافق او ترفض هيبقى موجود في كومبليت. ده بالنسبه للبوكس رقم 6 اللي موجود عندنا في الخانه في الباره الرئيسيه في المجله العلميه. رقم 7 سمت يور بيبر. خلاص انت هتبعت البحث بتاعك دلوقتي، فانت لما ضغطت على سمت يور بيبر يبقى انت هتبدا تبعت البحث بتاعك. اول شاشه هتظهر قدامك هي الشاشه اللي قدامك ديت، هيطلب منك تختار ايه نوع البحث العلمي بتاعك دوت. زي ما قلت في انواع كتير من الابحاث العلميه ديت، فاول خطوه انت هتواجهها هيقول لك اختار نوع البحث. هتلاقي في زي ما انت شايف تحت شوز ارتكل تايب، هتلاقي ريفيو اوريجينال اند سو اون. بعض الجورنال مش هتلاقي فيها ريفيو، بعض الجورنال مش هتلاقي فيها اوريجينال، بعض الجورنال مش هتلاقي فيها كيس ستادي، لان في انواع كتير. حاول تقرا الديسكريبشن من الاول عشان ما تقعدش تسجل اكونت على المجله وفي الاخر تكتشف ان المجله ما بتنشرش نوع البحث بتاعك، فانت ضيعت وقت على الفاضي بدون طايل. احيانا بيكون نوع الارتكل سبيشال ايشيو. كلمه سبيشال ايشيو دي معناها هتلاقوها دايما اس اي مكتوبه برموز اس اي. سبيشال ايشيو ده معناها كونفرنس. الكونفرنس ده عامل لينك مع الجورنال، فاللي بينشر بحث في كونفرنس ممكن يبعت البحث بتاعه من الكونفرنس ده للجورنال، ممكن يتنشر في عدد خاص في المجله، ده بيتكتب عليه كارتكل تايب اس اي سبيشال ايشيو. فدي اول خطوه انت هتعملها لما تيجي تبعت البحث العلمي بتاعك لمجله علميه. تاني خطوه الفول تايتل، بتكتب العنوان بتاعك كبحث علمي زي ما هو موجود في الفايل بيبر كامله، تحطه بالظبط كفول تايتل هنا، لان ده اللي هيظهر على السيستم في المجله العلميه وهيفضل على طول، مش هتقدر تغيره. ده للاسف بيبقى في صعوبه ان انت تغير الحاجات دي.
بعد ما كتبت التايتل هيظهر قدامك الشاشه اللي بعد كده، انت تبدا تضيف الاوثرز للمجال للبحث بتاعك. لو انت باحث وحيد في مجال في البحث بتاعك، انت مش محتاج تضيف حد تاني، لانك الداتا بتاعتك هتظهر اوتوماتيك زي ما انت شايف تحت خالص، هتظهر اوتوماتيك ككورسبوندنج اوثر. معنى كلمه كورسبوندنج اوثر هو الاوثر اللي بيبعت البحث بتاعه للمجله العلميه دوت. فالاوثر اللي بيبعت البحث بتاعه للمجله العلميه دوت زي ما انت سجلته في تسجيل البيانات في الداتا هيظهر في الشاشه اوتوماتيك. لو انت معاك كو اوثرز زي ما انا قلت لكم في باشمهندس احمد مختار اشتغل معايا في ابحاث، فانا هبدا اضيف كان كورسبوندنج اوثر لكل الاوثر دول، هبدا اضيف اسمائهم، هبدا اضيف الفيرست نيم للاوثر ده، الميدل نيم، اللاست نيم، الدرجه العلميه بتاعته، الافيليشن الانتماء بتاعه كمؤسسه علميه، والايميل ادرس بتاعه. وزي ما انتم شايفين النقط اللي موجوده بالاحمر دي مهمه جدا ان انت لازم تملاها، بخصوصا الايميل ادرس، لان دلوقتي اغلب الجورنال بتطلب الايميل ادرس لكل كو اوثرز، لان في حاجات مشاكل بتحصل ما بين الاوثرز والاوثر ما بيعرفوش ايه النتيجه بتاع البحث او ايثكس او حاجات مشاكل كتير بتحصل في النقطه ديت، فبالتالي كل شيء واضح وصريح لكل الناس. بعد ما بتضيف الكو اوثر بتضغط على كلمه اد اوثرز وهكذا، فالكو اوثر بيظهر في البوكس اللي موجود تحت، في التيبل اللي موجود تحت. في مؤلف مشارك ثالث بتبدا تدخل بياناته، تضغط على كلمه اد اوثرز، رابع، خامس، سادس وهكذا. كده انت ضفت كل الباحثين بتوعتك اللي موجودين على البيبر، وحاول تضيفهم دايما بالترتيب. دايما هتلاقي في بوتوم موجود على اليمين تقدر تحرك الاوثرز بالترتيب بتاعهم اللي يناسبك، ولازم الترتيب ده يكون نفس الترتيب اللي موجود في المجله العلميه زي ما هو متوافق عليه ما بين الكو اوثرز. بعد ما خلصت وضفت كل الكو اوثرز اللي موجودين عندك، بتبدا تاخد كوبي بيست من الفايل بتاعك الابستراكت وتحطه هنا. خلي بالك الابستراكت ده لازم تحطه صح، ومهم جدا ان انت تحطه واضح، لان اللحظه ان الاديتور اللي بيتواصل فيها مع الريفيور والمراجعين ده اللي بيتبعت للمراجعين اللي متسجل في السيستمز، بيتبعت برضو الفايل بتاعك، بس ما فيش حد من الريفيورز بيبص على الفايل بتاعك، كلهم بيبصوا على التايتل والابستراكت، لان هو المراجع بيبص على الابستراكت والتايتل بيشوف هل البحث ده في تخصصي ولا لا. لو البحث في تخصصه او انا مهتم ان انا اراجع البحث ده، ببص على الابستراكت ببص على التايتل. فمهم جدا وانت بتكتب الابستراكت تحاول توضح بحثك. دايما انا كنت بكتب زمان ابحاث علميه فبكتب الابستراكت ضعيف، وكان دايما الاساتذه بيقولوا لي حاول يا احمد تخلي الابستراكت واضح. كونك انك تكتب الابستراكت واضح مهم جدا. وزي ما انت شايف هتلاقي كلمه ليميت 200 وورد. فالجورنال ديت بتحط ليميت للابستراكت، لان هم متوصلين مع قاعده بيانات كتير ليهم ليميت لعدد الكلمات في الابستراكت. فلازم انت بتكتبه لازم تكون حاطط في اعتبارك ان الابستراكت ليه ليميت، لو عديت الليميت ده مش هتقدر تخش في الخطوه اللي بعدها، فلازم تحقق الليميت. بعد ما خلصت وكتبت حطيت الابستراكت بتاعك، هتلاقي في حاجه اسمها كي ووردز. الكي ووردز دي مجموعه من الكلمات الدلاليه لما حد بيجي يبحث عن بحث علمي زي ما احنا عملنا في سكوبس في بدايه الويبنار، بيكتب كلمات دلاليه. فالكلمات الدلاليه دي بتبدا تلاقي البحث العلمي بتاعك بسهوله من الكلمات الدلاليه ديت. فحاول تختار وانت بتكتب البحث العلمي بتاعك كلمات دلاليه تكون مهمه جدا، تعرف البحث بتاعك، تخلي اي حد بيحاول يدور على البحث العلمي يلاقي البحث بتاعك من الكلمات ديت. بعد ما اخترت الكلمات الدلاليه دي هتلاقي الخطوه اللي بعدها بيقول لك اختار سيلكت كلاسيفيكيشن، اختار مجالات القريبه جدا من البحث العلمي بتاعك. لو فاكرين ساعه ما قلنا كنا بنتكلم عن السكوب بتاع المجله العلميه، المجله بتنشر في تخصصات محدده بتبقى مكتوبه، التخصصات دي بتبقى موجوده في الكلاسيفيكيشن ديت. طب ايه الهدف اللي انت بتختارها؟ الايدتور ان شيف ما بيختارهاش، مش انا اللي بختارها، الاوثر نفسه اللي بيبعت المجله هو اللي بيختارها بنفسه. وخلي بالك مهم جدا انك تختارها صح مش غلط، وهقول لك ليه تختارها صح. تختارها صح لان الكلاسيفيكيشن ديت هي اللي بتحدد المراجعين للبحث بتاعك. بمعنى الايدتور ان شيف لما بيجي يختار ريفيورز للبحث بتاعك العلمي بيختار من الكلاسيفيكيشن ديت. بمعنى احمد زكريا متسجل في السيستم في رينيوبل انرجي جورنال ان هو متخصص في السولار ثيرمال ابلكيشن، فبالتالي لو هو عنده بحث علمي في اوثر اختار ان البحث العلمي بتاعه ده متخصص في السولار ثيرمال ابلكيشن، الايديتور ان شيف بيجي له في السيستم مباشره ان في ريفيور عنده متخصص في السولار ثيرمال ابلكيشنز،
متسجل عنده في السيستم اللي هو افيلابل كريفيور، فبالتالي بيختار مباشره طبقا للمجال بتاعه. فكونك انك تختار المجال العلمي البحث بتاعك العلمي مهم جدا، علشان في الاخر تلاقي باحثين متخصصين في بحثك ده ويقولوا كومنتات صح، ما يرفضوش البحث بتاعك وخلاص. احنا بنشوف احيانا المراجعين ما بيكتبوش اي كومنتات وبيرفضوا البحث بدون اي اسباب، ودي حاجه مش كويسه، وفي ناس كتير بتعترض على الموضوع دوت. انا عن نفسي شخصيا بعترض عليه برضه لان انا اتعرضت له. فبالتالي اختيارك للمجال الصح للمراجع عشان الإديتور إن شيف يقدر يختار المراجع الصح للبحث بتاعك. بعد ما تختار المجال للبحث العلمي بتاعك في المجال العلمية، بتلاقي حاجة اسمها additional information. بعض الجورنال بتحط السكشن ده، وفي بعض الجورنال ما بتحطوش. الجورنال الهدف من ده اللي انت بتريح المجال العلمية، بمعنى انت بتقول للمجال العلمية انا موافق، انا موافق، ده زي عقد ما بينك وما بين المجلة، انا موافق ان انا انشر البحث بتاعي ده عندك في المجله دي، انا موافق ان البحث العلمي بتاعي لا يتعدى عدد 3000 كلمه 4000 كلمه، لان في ليميت للجورنالز في عدد الكلمات للنشر البحث العلمي، انا موافق في كذا. لو قلت انا موافق في الخانات ديت والبحث بتاعك ما بيحققش الشروط ديت، التكنيكال اوفيس هيرفض البحث بتاعك مباشره. ده معناه انك شخص مش صادق، لانك علمت وقلت ان انا موافق على الاسكس، موافق على الستاندرد، موافق على كل حاجه، بس للاسف ده ما حصلش لانك خالفت دوت. وبرده بتقول انا موافق لو في تمويل، لو في تمويل بتقول انا موافق ان البحث دوت، هل هو استلم تمويل ومن مين او ما استلمش تمويل ومن مين. قبل ما بتبعت البحث بتاعك لازم بتحدد النقط ديت، لانها نقط مهمه جدا في نقطه التمويل والاورجانيزيشن. بعد ما خلصت النقطه ديت وعملت الديكلاريشن للجورنال، بيظهر قدامك حاجه اسمها انتر كومنت. عندك اي كومنت، عندك اي تعليق حابب التكنيكال اوفيس يقراه، عندك اي تعليق للإنترن شيف حابب يقراه، عندك اي تعليق للريفيور حابب يقراه، ضيفه في البوكس ده. ما عندكش اي حاجه سيبه فاضي. انا شخصيا ما بكتبش فيه اي حاجه خالص، بسيبه فاضي لان ما عنديش اي كومنت في اي حاجه. لكن لو عندك كومنت وحابب تضيفها تقدر تضيفها، هتبان على السيستم وهيشوفوها مباشره. بعد ما دخلت الانتر كومنت هتلاقي في جي عندنا اتاتش فايل، دي اهم نقطه. فاكرين السيستم اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، انت لازم تكتب البيبر بتاعتك بفورمات الجورنال، وقلت لكم كمان اللي فيه سيستم تاني اسمه يور سبميشن يور واي او يور بيبر يور واي. زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشه يور بيبر يور واي مكتوبه بالخط الاحمر، ده معناه ان انت ممكن تبعت البيبر بتاعتك باي فورمات للجورنال ديت، والجورنال دي اكسبت ده، بينزل في المراجعه. بعد ما بينزل في المراجعه لو اتقبل لازم تكتبه بفورمات الجورنال، لو اترفض خلاص انت ممكن تبعته لجورنال ثانيه وهكذا وهكذا، بدل ما تكتب البحث بتاعك باكثر من فورمات لاكثر من جورنالز وتضيع وقتك في الموضوع ده. فدي كانت حاجه مريحه من دارنش السفير عملوها، ومش بس السفير، سبرينجر كمان عملوها، فدي كانت حاجه كويسه. في جي ده مهم جدا، دي يعتبر اهم حاجه، ده المكان اللي انت بتعمل اتاتش للفايل بتاعتك البحث العلمي بتاعك، الفيجر، الدروين، كل حاجه. بعد ما دخلت على الصفحه ديت هتلاقي تحت خالص في الصفحه دي البوكس اللي قدامك دوت، تقدر تختار منه الحاجه اللي انت عايز تعمل لها اتاتشمنت. تقدر تختار شوز فايل، تعمل اتاتشمنت للفايل للبيبرز بتاعتك. وخلي بالك انت ما بتبعتش البيبر بتاعتك حاجه واحده، في جورنال بتقبل ان انت تبعت البيبر بتاعتك حاجه واحده، جزء واحد، في جورنال ما بتقبلش ده. غالبيه الجورنال اللي على السفير ما بتقبلش ده، غالبيه الجورنال على السفير بتطلب منك مجموعه حاجات. مجموعه الحاجات ديت مهم جدا ان انت لازم تبقى عارفها، وخلي بالك في اول مره مش هتبقى عارفها، تاني مره هتلاقيها صعبه، تالت مره هتلاقيها سهله، في الاخر هتلاقيها بسيطه جدا. اول حاجه هتلاقي حاجه اسمها كفر ليتر. كفر ليتر ده انت ليتر بتكتبه ككورسبوندنج اوثر، خلي بالك ككورسبوندنج اوثر، انت اللي بتبعت البيبر ديت، فانت اللي هتبقى مسؤول عن كل اسكس او مشكله اسكس هتحصل، انت اللي هتبقى مسؤول عن كل الاخلاقيات، انت اللي هتبقى مسؤوليه كامله قدام الجورنالز عن اي حاجه. فكفر ده انت تكتبه للإديتور ان شيف، تكتب دير إديتور ان شيف اي هوب ماي مسج ماي ليتر فايند يو ويل اند سو اون، وتبدا تشرح في تبدا تشرح في الـ في الليتر دوت انت بتبعت البيبر بتاعتك بعنوان كذا، البيبر بتاعتك ديت انت بتبعتها اكسكلوسيف حصريا للجورنال ديت. وخلي بالك كلمه اكسكلوسيف دي مهمه جدا، معناها ان انت ما بتنشرش، ما بتبعتش البيبر بتاعتك لاخطر من جورنال وتقول انا مستعجل، ده ان اسيكال، ده غلط،
انك تبعت لاكثر من جورنال في نفس الوقت، لازم تبعت لجورنال واحده بس. فلازم تكتب في كفر ليفر اللي انت بتبعت الجورنال البيبر بتاعتك ديت اللي بعنوان كذا حصريا للمجله كذا، وتكتب الابستراكت بتاعك في الليتر، وبتحط اسمك توقع عليها، وتحط الافليشن بتاعت اسمك وايميلك وموبايلك او رقم تليفونك. في اساتذه انا شفتهم المان، يعني انا كنت بستلم الحاجات ديت كريفيورز، اساتذه كبار بيمضوا عليها وبيختموها، وفي اساتذه ما بيختموهاش وما بيمضوهاش، بيكتب بس اسمه عادي جدا. بس اهم حاجه لازم تبعت كفر ليتر، انت بتتحمل كمسؤوليه. وزي ما انتم شايفين جنبها علامه ستار، فكفر ليتر حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تعملها، ومش هتقدر تبعت من غيرها. تاني حاجه زي ما انتم شايفين حاجه اسمها هايلايت. كلمه هايلايت دي مجموعه من السنتنس بتعبر عن البحث بتاعك. بعض الجورنال بتنشرها، بعض الجورنالز ما بتنشرهاش، فانت لازم تكتب مجموعه من السنتنس بتعبر عن البحث بتاعك. بتقول البحث بتاعي بيتكلم عن كذا، الاوتبوت ايه، ايه اللي انت عملته؟ انا عملت سيميليشن اند موديلنج للسولار ستيلنج انجنز، انا طلعت الاوت باور بكذا، انا حسنت كذا. فاربع سنتنس مختصرين جدا. كل جورنال ليها ستاندرد للهايلايت. بعض الجورنال بتقول لك الهايلايت ثلاث نقط، بعض الجورنال هتلاقيها اربعه، بعض الجورنال خمسه. انت لازم تبص على الجايدنس زي ما قلنا قبل كده للجورنال، وتبدا تعرف الجايدنس ايه بالظبط. بعد الهايلايت هتلاقي كلمه مانوسكريبت. كلمه مانوسكريبت مختلفه من جورنال لجورنال. بعض الجورنال بيقول لك ابعت لي البيبرز كامله، الفيجرز، التابلز، الكلام كلهم في فايل واحد وبعته كمانوسكريبت واحد. بعض الجورنال لا، بتقول لك في الجايدنس، في الجايدنس بتاعتها ابعت لي المانوسكريبت ده الكلام بس، من غير صور، من غير تيبلز، من غير الصفحة الرئيسية اللي فيها أسماء الأوثرز، تخلي كل حاجة مجهولة. انت بس بتكتب عنوان البيبرز والأبستراكت والبيبر بتاعتك والريفرنس، من غير الفيجرز والتيبلز. لو انتوا شايفين تحت هتلاقي فيه تيبلز، لما بتختار كلمة تيبل بتبدأ تاخد التيبل بتاعتك دي وتحطها في فايل منفصل، وبترفع التيبلز كلها وحدها كفايل منفصل. نفس الكلام للفيجر، الفيجر بتبقى حاجات فايل منفصل لوحده، تبدأ تبعت بيه كل الفيجرز لوحدها. بعض الجورنال برضو حاطط حاجة إضافية زي فيديو، لو أنت حابب تشرح البيبر بتاعتك في فيديو 3 ل 5 دقايق، لو البيبر بتاعتك اتقبلت ممكن الفيديو ده يتنشر مع البيبر بتاعتك وتبدأ تبعته. في بعض الجورنال بتطلب لاتكس سورس فايلز، أنا ما تعرضتش للموقف ده، بس غالبية الجورنالز ريليتد للماتيماتكس بتطلب اللاتكس فايلز. بس انا شخصيا في كل المجالات اللي اتعاملت معاها في الانرجي ما احتجتش اللاتكس نهائيا. لو حابب تبعت جرافيكال ابستراكت ممكن تبعت برضو. فكل اختيار من الاختيارات دي بتحاول تختاره، بعد ما بتختاره بتظهر هنا في الشاشه اللي قدامكم، بتختار شوز فايل، بترفع الفايل اللي ريليتد للحاجه اللي انت اخترتها، وبتعمل اتاتش. بعد ما بتعمل اتاتش لكل واحده من الحاجات ديت بتدوس نيكست. نيكست بعد ما تدوس نيكست بتعمل سبميشن للبيبر بتاعتك. لو فاكرين الصفحه الرئيسيه رقم 6 الاوثر مين منيو، بعد ما خلصت البيبر بتاعتك وبعتها، البيبر بتاعتك هتظهر ان كومبليت سبميشن. زي ما انتم شايفين بقى الجنب واحد، جنبها واحد، ده معناه ان في بيبر عندك لسه ما اتبعتتش، ان كومبليت. فايه اللي انت محتاج تعمله؟ انت محتاج تعمله ان انت تعمل ابروفال للاوثر بتاعك. فهتعمل الابروفال للاوثر. بعد ما تعمل ابروفال للاوثر بتاعك هتبدا البيبر بتاعتك دخلت في البروسيديرز، هتلاقي نفسك استلمت ايميل رسمي ان خلاص البيبر بتاعتك اتبعتت. بعد ما البيبر بتاعتك بتتبعت والايميل الرسمي بتستلمه، التكنيكال اوفيس بياخد البيبر بتاعتك غالبا من يوم لثلاث ايام. هتلاقي التكنيكال اوفيس حط رقم للمانوسكريبت بتاعك، وتعرف برقم للجورنال، وتسجل في السيستم. التكنيكال اوفيس لو عنده مشكله هيبعت لك، ما عندوش مشكله التكنيكال اوفيس هيحولها للاديتور. الاديتور لو رفضها انتهى الموضوع، خلاص البيبر بتاعتك اترفضت. لو الاديتور ان شيف وافق عليها مبدئيا بيبدا يختار ريفيورز. خلي بالك الريفيور زي ما قلنا من الكلاسيفيكيشن بيبر. بعد ما اختار الريفيور اللي هيراجعوا البحث بتاعك، بيختار الريفيور دول ويبدا يبعت لهم. ايه اللي بيحصل بقى في الجانب الثاني للريفيورز؟ ده كان الاوثر مين منيو اللي فات، كانت الاوثر مين منيو كمؤلف. بس انت كاوثرز لو انت حابب تشوف ايه المراجع بيشوفه من الناحيه الثانيه، المراجع بيشوفه دي الشاشه كريفيورز، انا كريفيورز على مجله
رينيوبل انرجي. والبرنت سكرين ديت انا عملتها من سنتين، انا حاليا وصلت لاكثر من 70 بيبر ريفيور. بس ده اللي انا بشوفه كريفيورز كمراجع. اللي انا بشوفه قدامي ثلاث حاجات. انفيتيشن، اول ما الانترنشيب بيبعت لي انفيتيشن دي بتظهر عندي في الانفيتيشن، فببدا ببص على الانفيتيشن، ببص على الابستراكت، ببص على التايتل، الابستراكت والتايتل كويسين ومناسبين بالنسبه لي ان ابدا اراجع البيبر ديت، باخدها وابدا اراجعها. مش مناسب بهملها وما براجعهاش. وزي ما قلت الابستراكت بتاعك مهم جدا جدا جدا. الابحاث العلميه دايما بتتاخر وبتقعد سنه، عارفين بتاخد سنه دي لان الايديتور ان شيف بيختار ريفيور طبقا للكلاسيفيكيشن بتاعتك وبيبعتها للريفيور، الريفيور بيبص عليها بيرفضها، الايديتور ان شيف بيبعت للريفيور الثاني، الريفيور بيرفض، يبعت للثالث، الرابع، الخامس. فبالتالي الايديتور ان شيف مش لاقي ريفيور متخصصين في النقطه بتاعتك لان البيبر بتاعتك اصلا مش في نفس التخصص اللي انت اخترته من اساسا وعملت اخطاء فيها. فالايديتور ان شيف مش هيبدا يراجع بحثك لانه هو بيبعت له ريفيور يراجعه وهو بيبص عليه بعد ما الريفيور بيراجعه. فبالتالي حاول تكون دقيق جدا في الابستراكت، حاول تكون دقيق جدا في اختيار الكلاسيفيكيشن. فزي ما قلنا النيو ريفيو انفيتيشن ده اللي الريفيور المراجع بيبدا يشوف اول ما يجي له انفيتيشن. البيندنج اسايزمنت دي الحاجات اللي انا المفروض عندي بيبر المفروض اراجعها واعمل لها اسايمنت وابعتها الكومنت بتاعتي تحت خالص الكومنت، الكومنتس اللي انا خلصتها الكومبليت اللي انا خلصتها كريفيور. دي الشاشه برضو زي الاوثر ريفيو دي كريفيورز دي بالظبط. كل ريفيور بيبقى ليه رقم 1 2 3 4 5. الايديتور ان شيف بيبدا يختار الريفيور طبقا للاكسبيرينس بتاعهم. كل ما كان الاكسبيرينس بتاعتك اعلى كل ما بتاخد رقم الاول او الثاني او الثالث او الرابع، وده بيبقى ليفل اكسبيرينس مش ليفل اوف اوردر فور اكسبتنس. ده في السيستم هنا في السي في. بعد كده بتلاقي المانوسكريبت نمبر، زي ما قلنا البيبر لما بتبعتها بتتسجل برقم، هو ده المانوسكريبت نمبر. بعد كده بتلاقي نوع البيبر ديت، هتلاقي ريسيرش بيبر ده معناه اللي هي اوريجينال، لو ريفيو بيبرز هتبقى مكتوبه هنا ريفيو بيبر. بعد كده بتلاقي عنوان البيبر، كريفيور بيبدا يشوف بيشوف هي اتبعتت يوم ايه، اتبعتت اتضافت اتبعت لي انفيتيشن كريفيور امتى، انا اكسبتد امتى، المطلوب ارجعها امتى. طبقا لدار نشر السفير المفروض الاوثر يبعت البحث بتاعه، بس هو مختلف من مجله لمجله، من 28 يوم ل 30 يوم. يعني انت المفروض يتبعت لك الرد في اقل من 60 يوم. بس اللي بيحصل مش كده، اللي بيحصل انت بتبعت البيبر بتاعتك والبيبر بتاعتك ممكن تقعد سنه، 6 شهور 7 شهور 8 شهور للاخطاء اللي انا ذكرتها قبل كده. لو ما حددتش البيبر بتاعتك صح المجال الصح للريفيور الصح، الريفيور مش هيراجعها او الريفيور مش هيقبلها او مش هتلاقي ريفيور يراجع البيبر بتاعتك. فبالتالي الاديتور هيبقى في موقف اللي هو عمال يبعت 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 ومش لاقي حد يراجعها ويديله كومنتات فيها. او ممكن يكون الريفيور عمل اكسبتنس للبيبر بتاعتك وال30 يوم عدوا، لان بعد ال30 يوم ما بيعدوا الايديتور ان شيف بيدي للريفيور المراجع 30 يوم كمان. بعد 30 يوم التانيين ما خلصوا الايديتور ان شيف بيحاول يتواصل معاه تاني لانه عارف ان الشخص ده هو المتخصص فهو بعت له وانتهى الموضوع. ممكن يكون الريفيور حصلت له مشكله، حصلت له على سبيل المثال حادثه فما بيراجعش البيبر بتاعتك، فالايديتور ان شيف بيستنى الريفيورز مره واثنين وثلاثه. الايديتور ان شيف ما بيسحبش البيبر من الريفيور الا بعد ده عن تجربه ما حصلش الا بعد 90 يوم ماكسيمم. بعضهم بيسحب البيبر بعد 30 يوم خلاص، هو لو الريفيور ما رجعش خلاص انتهى الموضوع وبيبدا ياخد ديزيشن طبقا للداتا اللي موجوده عنده طبقا لبعض الريفيورز. ده اللي بيظهر مكتوب على بعد كده. هتلاقي عدد الايام اللي انا خدتها عشان اراجع البحث ده 26 يوم على سبيل المثال. بعد كده بيكتب الايديتور نيم وكورسبوندنج اوثر نيم الشخص اللي بعت البيبر نفسه ومين الايديتور اللي بعت لي البيبر، لان في ايديتور ان شيف تحت الايديتور ان شيف في مجموعه ايديتور، في مجموعه دكاتره او بروفيسور او ريسيرشرز تحت دي. دي برضو من الريفيورز زي ما انتم شايفين ريفيور نمبرز والداتا لعدد كبير من البيبر. بعدها انا انهيته بعدها ما انتوش، بس دي كانت من زمان جدا من 2015 برينت سكرين وسبتها من ساعتها. ايه كمان بقى الريفيور بيقدر يشوفه، ودي بقى نقطه مهمه جدا ليك كاوثر كريسيرشر، لازم تعرف ان الريفيور بيقدر يعرف انت مين وبسهوله جدا. زي ما انتم شايفين جنب البيبر بتاعتك في حاجه اسمها كلمه اكشن لينك. كلمه اكشن لينك ديت فيها فيو سبمشن، فيو لينك ريفرنس، سكوبس اوثر سيرش، كروس تايتل سيرش، سامبل ريكومنديشن، سند ايميل.
خلينا نظهرها كده بالتفصيل. فيو سبمشنز دي معناها بيظهر البيبر بتاعتك، الفايلات بتاع البيبر بتاعتك، ويبدا يشوف البيبر بتاعتك بسهوله اول ما بيضغط عليها. تاني واحده فيو لينكد ريفرنس، لما بيضغط عليها بيجي له قايمه بيشوف كل الريفرنس بتاعتك اللي متسجله في السيستم، وبنفس الوقت هو معاه اكسس، هو مش محتاج اكسس للجامعه، معاه اكسس كريفيورز 30 يوم يقدر يدخل من اي مكان، فبالتالي بيقدر يشوف الريفرنس بتاعتك، يقدر يشوف، وبتبقى مرتبه في جدول، فحاجه كده زي جدول، فبيقدر يعرف التاريخ والترتيب بتاعها والمجال بتاعها. فلو كاتب مجلات علميه ريفرنس تعبانه جدا وملهاش قيمه زي ويكيبيديا فبتبان، ما بتبقاش متسجله في السيستم، مش هتسجلها كبيبرز. فحاول دايما تختار ريفرنس قويه لبحثك العلمي، مش حاجات قديمه جدا ومش حاجات ملهاش قيمه، فلان كل الحاجات دي بتظهر بوضوح وبسهوله جدا لما بيضغط على فيو لينكد ريفرنس. تالت حاجه سكوبس اوثر سيرش، فاكرين ما شرحنا سكوبس في الاول الاوثر بروفايل؟ لو انت نشرت ابحاث قبل كده، اول ما بضغط على كلمه سكوبس اوثر سيرش بيفتح لي صفحه سكوبس بتاعتك على موقع سكوبس. فلما الصفحه دي بتتفتح قدامي بشوف صفحتك، بشوف انت مين، شغال فين، بشوف كل ابحاثك العلميه اللي انت عملتها قبل كده. ده بيديني انطباع، لان في بعض الاحيان اكتشفت ان الباحث بيعمل مجموعه ابحاث متسلسله، بمعنى اشتغل في مشروع معين، فعمل بحث، بيكمل على البحث ده في حاجه تانيه، نشر بحث تاني، كمل عليها فعمل بحث ثالث، كمل عليها فعمل بحث رابع، وهكذا. فلما بفتح سكوبس اوثر سيرش بعرف انت مين بالظبط كاوثر كمؤلف، وبقدر اشوف كل حاجه انت عملتها وايه اللي انت عملته كابحاث علميه. رابع واحده ودي مهمه جدا جدا جدا، الكروس ريفرنس تايتل ريسيرش. كروس ريف ده موقع بيقدر يعمل تشيك للبايراجريز فور فري لاي واحد فيكم، اي باحث بيبعت بيبر، فبالتالي لو انت سارق عامل كوبي اند بيست عامل بلاجريز ده بيبان. وشخصيا انا كنت دايما بضغط على كروس ريف تايتل سيرش، شخصيا لقيت ابحاث كتير مسروقه من باحثين في المانيا وامريكا وجنسياتهم في مؤسسات عاليه وفي جامعات كبيره، وده للاسف نتيجه لان الباحث كورسبوندنج كان طالب والطالب عمل بحث سيء، وفي الاخر الاستاذ ما رجعش لانه كان مش فاضي، فالبحث اتبعت، وفي الاخر البحث كان ان اسيكال، وكنت ببعت تقرير ان البحث ده كوبي اند بيست وفي ان اسيكال كومنت، ومن دول كبيره ومؤسسات كبيره وعادي جدا. فلو انت في مصر خلي بالك الموضوع سهل جدا ان هو يتعرف، فلو انت اتبعت لك رفض للبلاجريز يعرف ان هو صح، مفيش اي خيار ان خيار البلاجريزم ده بيكون غلط، لانه بيبان قدامنا في السيستم وبيبان ايه اللي انت واخده وايه اللي واخده منه كمان. فالحكايه سهله وبسيطه. رابع حاجه سميت ريكومنديشن، لو انا خلاص خدت قرار في البيبر بتاعتك بدوس على سميت ريكومنديشن وببعت الكومنتس بتاعتي وببعت ديتيلز كومنت لو انا حابب، وهكذا. بعد كده في حاجه اسمها سند ايميل، لو انا حابب اتواصل معاك وابعت رساله استفسر منك عن حاجه في البيبر بتاعتك ممكن ابعت لك رساله الموضوع ده. دي الخطوات ازاي تنشر بيبر في مجله علميه على دار نشر السفير، مش بس على دار نشر السفير، لو انت دخلت على سبرينجر السيستم على سبرينجر دار نشر سبرينجر هيكون يكاد يكون شبيه بدار نشر السفير في غالبيه المجلات العلميه، لان انا حاولت قبل كده انشر في مجلات سبرينجر كان بنفس النظام بنفس السيستم بالظبط. ايه بقى التيبس اللي انا احب اقولها لك في موضوع الببليكيشنز؟ عمليه الببليكيشن عمليه مش سريعه، لازم تكون صبور. انا في ابحاث اتنشرت ليا في اقل من 60 يوم، في ابحاث اتنشرت في اكتر من سنه، في ابحاث بقى لها اكتر من سنه لسه موجوده تحت النشر حاليا لغايه اللحظه انا بكلمك فيها، فبالتالي لازم تكون صبور. البحث العلمي مش عمليه سريعه، انت بتعمل بحثك العلمي ممكن ياخد منك سنه سنتين، وعشان تنشره ممكن ياخد منك سنه او اقل او 6 شهور او 3 شهور، فلازم تكون صبور. خليك دقيق جدا، دي تاني ملاحظه، خليك دقيق جدا في ان انت بتكتبه، خليك دقيق جدا في اختياراتك، خليك دقيق جدا في اختيار المجله علشان ما تضيعش 3 شهور او 6 شهور وفي الاخر تلاقي رفض، ويكون سبب الرفض لانك بعت غلط لمجله علميه مش في تخصص البحث بتاعك. خليك دقيق جدا في ان انت بتختار علشان ما تضيعش وقت، لان عن تجربه انا ضيعت وقت كبير جدا في اختيار المجلات لغايه حاليا بقت
بقدر اعرف يعني من خبره، بس خبره بسيطه، ايه المجال العلمي وايه تخصصها، بيكون ابسط ليا بكتير. حاول تتابع المجال العلمي، لو انت حسيت ان المجله بتتاخر ابعت ايميل للانترنشيف، ما تستناش. ده حصل معايا وببعت له وبيرد والعمليه بسيطه جدا، ما تتحرجش، استنى 60 يوم. 60 يوم ما لقيتش رد، زي ما انا قلت لك كمراجع، المراجع ليه 30 يوم بس بيرد فيهم. لو ما ردش ده معناه ان في مشكله، الريفيور ما بيراجعش، ما فيش ريفيور، في حاجه موجوده في الجورنالز حاليا والبيبر بتاعتك واقفه. فبالتالي حاول تتواصل مع الايدتور ان شيف لو البيبر بتاعتك عدد 60 يوم وما لقيتش كراليه. ده بالنسبه لازاي تنشر بحثك العلمي في مجله علميه على نشر السفير، ده مثال ليها. دي الخطوات بالظبط ازاي تنشرها بعد ما خلصت البحث بتاعك، وازاي تنشرها على نشر السفير. الفيديو متسجل وعليه الخطوات، تبدا تبص عليها وتبدا تشوفها، وفي فايل كمان بي دي اف انا هنزله بالخطوات ديت، هبعته لعلماء مصر لو هم حابين برضو ينشروه، يكون فيه كل الستبس بالشرح بتاعها، هيكون مفيد برضو للشباب اللي لسه اول مره ينشروا بيبر علمي. ده بالنسبه لرابع سؤال. لو حبينا نخش للجزء السادس وهو خامس سؤال المفروض اجاوب عليه في الويبنار، ازاي تلاقي كونفرنس في مجالك العلمي؟ في عدد كبير قوي من الكونفرنس موجود حوالين العالم، في وده يعتبر بيزنس حاليا، لان الشركات دلوقتي في شركات ستارت اب بتطلع بتعمل كونفرنس ملوش اي قيمه، بتجيب شويه باحثين ويعملوا الكونفرنس والموضوع انتهى. ممكن يكون الكونفرنس تعبان جدا، مش هتلاقي ليه سبورت في البابليكيشن، مش هتلاقي فيه اساتذه اقوياء في المجال، مش هتتعلم منه. وموضوع الكونفرنس ده اداه للباحث ان هو يحسن علاقاته بباحثين تانيين. فلو في استاذ بيسمعني او في باحث سينيور بيسمعني، ما تخليش الطالب يعمل البحث ويتنشر في كونفرنس عشان انت حضرتك تطلع وتسافر بره للكونفرنس. لو الطالب عمل البحث خليه هو اللي يروح ويعرض البحث بتاعه بنفسه، لان الغرض من ده من الكونفرنس الغرض الرئيسي يبقى فيه كونكشنز وتحسين الكوميونيكيشن سكيلز والمهارات التواصل للباحث دوت، وان هو يقدر يعرف باحثين جداد. خلاص بقيت استاذ، فانت خلاص وصلت لمرحله مش محتاج تعمل لينكس، انت عندك لينكس كتير. لو انت طالب وبتشتغل مع استاذ ولو الاستاذ اصر اللي هو يطلع، انا بنصحك تصر ان انت تطلع في البحث بتاعك وتعرضه بنفسك، لانك هتتعلم كتير جدا من انك موجود في كونفرنس من شخصيات من ثقافات مختلفه من مجالات مختلفه، وتبدا تتكلم معاهم او في مجالك كمان المتخصص تبدا تتكلم معاهم وتتعرف عليهم، وبرضه بتبقى خبره ليك ان انت تعرض بحثك دوت. وكمان هتكون سعيد وانت بتنشر بحثك، لان دي حاجه انت تعبت فيها، دي حاجه هتبقى قيمه ليك. فبالتالي انت لو طالب انا بنصحك تصر ان انت تنشر بحثك بنفسك. حاليا انا هديك مثال على ده نشر سفير، ونفس الكلام على اي تريبل اي، مثالين ازاي تلاقي كونفرنس يكون كويس جدا في مجالك. اللينك اللي قدامك ده دار نشر سفير، بتعمل برضو كونفرنس، وبس مش اي كونفرنس، الكونفرنس ديت بتكون لينكس مع جورنالز المجالات العلميه اللي موجوده على دار نشر سفير. بمعنى انت ممكن تنشر بحثك العلمي في كونفرنس وتعرضه، وبعد ما تعرضه بحثك العلمي دوت يتنشر في الجورنالز في عدد خاص موجوده في المجال العلمي. دي ميزه لدار نشر سفير، ان المؤتمرات بتاعتها بتكون لينك مباشر بمجلات علميه، فده بيديك أولوية ان بحثك العلمي مش بس اتعرض في مؤتمر واتنسى، او اتعرض في مؤتمر وبس الناس اللي حضرت هي اللي عرفت بحثك، لا، لان بعد كده بتحاول تنشره كبيبر كفايل كحاجه مكتوبه كامله في مجله علميه. لان اغلبيه الكونفرنس اللي انت هتشوفها بتنشر البحث العلمي كابستراكت كملخص بس وعنوان، ما بتنشرش الديتيلز، ما بتنشرش التفاصيل، ما بتنشرش الديزاينز. فبالتالي دي بتبقى حاجه كويسه ليك ان انت بتنشر بحثك العلمي كامل. في نقطة تانية في الموضوع دوت، لو المؤتمر اللي انت بتنشر فيه بينشر بس ملخص البحث بتاعك والعنوان، من حقك اخلاقيا ايثيكال كريسيرشر انك تنشر البحث بتاعك كامل في مجال علمية تاني بعد كده. لو البحث بتاعك اتنشر في المؤتمر مش كامل، من حقك انك تنشره كامل عشان الناس تبدأ تشوفه وتعرفه، ده ايثيكال وموجود في مصر وفي كل العالم. وفي باحثين كتير قوي بيعملوا الحكايه دي، بيختاروا احيانا الكونفرنس اللي ما فيهاش سبيشال ايشيو عشان ينشر بحثه في كونفرنس، وفي نفس الوقت ينشر بحثه تاني كبحث كامل في مجله.
فانت بتعرضه بطريقه مختصره في الكونفرنس، بعدها بتعرضه بتنشره كامل بالتفصيل الممل بالديزاينز بالتفاصيل في مجله علميه. ده مقبول وما فيهوش اي مشكله ما دام الكونفرنس ما اتنشرش كامل. وكلمه ما اتنشرش كامل كلمه ان الكتاب بتاع الكونفرنس ما فيهوش غير الابستراكت، ما فيش بوسترز اتنشر فيه البحث كامل اتعرض فيه كل الداتا. بس لو اتعرضت كل الداتا كامله انتهى الموضوع، فانت مش من حقك ان انت تنشرها دي. إيه اللينك اللي قدامك على الشاشه ده؟ اللينك اللي انت تقدر تدخل عليه هتلاقي المؤتمرات العلميه اللي موجوده على دار نشر السفير. لو كتبت في محرك البحث رقم واحد فايند ا كونفرنس، لو اخترت فايند ا كونفرنس هتلاقي كل المؤتمرات العلميه اللي موجوده على دار نشر السفير زي ما قدامك. من رقم واحد ده الكونفرنس نيم، رقم اثنين قدامك هتلاقي دي المؤتمرات العلميه اللي موجوده على دار نشر السفير، رقم ثلاثة هتلاقي الستارت ديت والاند ديت بتاع المؤتمر، لان اي مؤتمر بيبدا وينتهي في عدد من الايام، ثلاث ايام يومين او اربع ايام. رقم خمسة هتلاقي اللوكيشن بتاع المؤتمر ده في دوله ايه، وده مهم جدا ليك لو انت في مصر، لان احيانا في بعض الدول بيكون صعب ليك ان انت تاخد تاشيره. من فكرة لما كنت في مصر كنت بحاول دايما اختار كونفرنس في هونج كونج، لان احنا مش كمصريين مش محتاجين ندفع تاشيره في هونج كونج على سبيل المثال، او معوقات التاشيره. لو انت باحث جديد او صغير وما سافرتش كتير بره، صدقني انا عارف ومتاكد ان انت هتواجه صعوبات ان انت تاخد تاشيره من اول مره، ده شيء عادي جدا. بس انت لو افليشن لمؤسسه او جامعه وبتشتغل فيها ممكن يكون سهل، بس ممكن تترفض بره. فحاول دايما تلاقي حلول للمشاكل الصغيره ديت. فانت هتلاقي المؤتمر والدوله بتاعته، كل مؤتمر من المؤتمرات ديت زي ما هو موجود على رقم اثنين. لو ضغطت على اي من المؤتمرات ديت تظهر قدامك الصفحه بتاعه المؤتمر، صفحه بتاع المؤتمر عنوانه ومكانه واللوكيشنز، ورقم ثلاثة هتلاقي الديسكريبشن بتاع المؤتمر لو حابب تسجل عليه، ده موجود جنب رقم أربعة. رقم خمسة دي حاجه مهمه جدا، الاوبننج سبيكرز. دايما اي مؤتمر بيختار حاجه اسمها بلانت سبيكرز او مين سبيكرز للمؤتمر دول، بيحاولوا يختاروا اساتذه متخصصين في مجالهم، عملوا ابحاث كتير قوي في تخصص البحث دوت، فبيعملوا لينك مع الاستاذ دوت وبيعملوا له دعوه يحضر المؤتمر ويعمل دعوه يدي محاضره رئيسيه في المؤتمر ده. فدايما هتلاقي في المؤتمرات ديت استاذ رئيسي بيدي المحاضره الرئيسيه. حاول توصل للاستاذ دوت وتشوف تخصصه ايه، وتشوف هل هو فعلا قوي ولا لا، لان لو هو فعلا قوي جدا في مجاله ده بيدي لينك عالي في المؤتمر ان انت تبدا تتعرف عليه وتبدا تقابله. مش بس هو، لان احيانا المؤتمرات بتجيب اكتر من متحدث رئيسي. انا كنت في مؤتمر من 3 شهور كان في عدد كبير من الاساتذه المتحدثين الرئيسيين، مش واحد بس، عدد كبير. رقم ستة هتلاقي ريجستر، رقم سبعة هتلاقي السبيكرز قدامك في الشاشه، رقم 8 السبيشال ايشو، دي النقطه اللي انا بقول لك عليها ان الكونفرنس ده بيدعم النشر في مجلات علميه، فانت هتلاقي السبيشال ايشو هتكون ايه. رقم 8 دي، رقم 8. رقم 9 هتلاقي الويلكم، دي كلمه من المتحدث الرئيسي بتاع المؤتمر او الشير بتاع المؤتمر. رقم 10 الكوميتي، دي اللجنه العلميه اللي بتقيم الابحاث العلميه في المؤتمر. لو انت حابب برضه تتعرف على الناس متخصصه في المجال المؤتمر ده، خش على الكوميتيز بتاع المؤتمرات العلميه، هتلاقي اساتذه متخصصين من كل دول العالم بيتعمل لهم دعوات للمؤتمرات العلميه ان هم يراجعوا الابحاث العلميه ليك. فدي فرصه كويسه ليك لو انت بتدور برضه على استاذ او بتدور على حد متخصص في مجالك، مجال المؤتمر، هتلاقيه في الكوميتيز بتاع المؤتمرات، فانت بالتالي تقدر تلاقيهم بسهوله، تقدر تتواصل معاهم في الحاله لو انت مش لاقي استاذ معين. رقم 11 هتلاقي فيه عاملين مسابقه في المؤتمر، دي حاجه تشالنج. رقم 12 هتلاقي الابستراكت سبمشنز. رقم 13 دي بيوضح لك ان هم مش ده اول مؤتمر، لا ده هم عملوا مؤتمر واثنين وثلاثه واربعه، لان ده الرابع مؤتمر نفس المجال نفس المجال. لو حابب تسجل رقم 14، لو حابب تتواصل مع المنظمين المؤتمر تتواصل معاهم عن طريق كونتاكت اس، يبقى زي ما انت شايف ده برضو التكمله. هتلاقي المتحدث الرئيسي زي ما هو قدامك، بروفيسور دكتور من المانيا من جامعه كبيره في المانيا. رقم اثنين ده هتلاقي ديسكريبشن بتاع المؤتمر، وهتلاقي التفاصيل بتاع المؤتمر وتخصصها ايه، علشان ما تبعتش برضو زي ما قلنا في الجورنال لمجله مش تخصصك. نفس الكلام في الكونفرنس، مش ما تبعتش بيبر الكونفرنس مش في تخصصك، مع اني من مواقع تجاربي غالبا الكونفرنس بيقبله، لان هم بيحتاجوا ناس كبير، لان هي بتبقى عباره عن موضوع فاينانس. بس لو في عدد كبير قوي متقدم على الكونفرنس ليه الرينك بتاعه،
بيرفضوا عدد كبير من الناس الاوت اوف سكوب جورنالز. رقم 4 زي ما انت شايف السبورتنج ابلكيشن، هتلاقي في عدد من الجورنال موجوده على دار النشر السيفير. البحث بتاعك هيتعرض في الكونفرنس، وفي نفس الوقت لو البحث بتاعك كان ليه رانك عالي، الاساتذه اللي حاضرين او الباحثين اللي حاضرين حاسس ان البحث بتاعك له قيمه، بيبقى في لجنه بتختار عدد من الباحثين، تختار عدد من الابحاث يتنشر في المجلات العلميه اللي بتدعم النشر العلمي للكونفرنس ده. فدي بتبقى حاجه كويسه ليك كباحث، وبتبدا انك تنشر في الكونفرنس وفي نفس الوقت في جورنال ليها. ده بالنسبه للنشر السفير، ازاي تلاقي كونفرنس وتختاره، وهتلاقي عدد كبير من الكونفرنس تبدا تختار منها طبقا للرانك بتاع الجورنالز والرانك بتاع الناس اللي هتحضر فيه. حاجه ثانيه عن دار اي تريبل اي، اي تريبل اي سوسايتي، بس اي تريبل اي في اي تريبل اي اكسبلورر، اي تريبل اي برضو بتنظم عدد كبير جدا من المؤتمرات العلميه. لو دخلت على اللينك اللي في الشاشه اي تريبل اي كونفرنس اندكس هتلاقي الشاشه اللي قدامك، هتلاقيها موجوده اباوت كوميتيز كونفرنس سكيدول وببليكيشنز. الشاشه ديت موجود فيها عدد كبير قوي من الكونفرنس، هتلاقي فيه محرك بحث للكونفرنس زي ما انت شايف. رقم واحد هتلاقي انواع الكونفرنس، في كونفرنس، في ميتنج، في ببليكيشنز اند سو اون، ممكن تختار منها من رقم واحد، او ممكن تروح على طول مباشره لمحرك البحث زي ما انت شايف قدامك في الشاشه اللي هو رقم اثنين. تبدا تكتب كلمات دلاليه للمؤتمر اللي انت عايز تنشر فيه، انا حابب احضر مؤتمر في السستينابل انرجي، فهكتب كلمتين سستينابل انرجي وابدا ادور في محرك البحث الاول. زي ما شايف قدامك في الشاشه رقم ثلاثه تبدا تختار اوبشن، الاوبشن دوت بتختار مؤتمرات سواء كانت في 2018 2019، سواء كانت مؤتمرات نشرت قبل كده، سواء كانت مؤتمرات او ميتنجز اخرى، تبدا تختار منها او ممكن تختار كلهم سيلكت اوف اول وما فيهاش اي مشكله. على سبيل المثال انا اختار كلمه انرجي، انا محتاج ادور على مؤتمرات في مجال الانرجي على موقع اي تريبل اي بتنظمه اي تريبل اي لسنه 2019، معايا بحث وحابب انشره السنه دي في اي تريبل اي في مؤتمر لاي تريبل اي. اول ما عملت البحث ظهر لي عدد 177 مؤتمر لسنه 2019 في مجال الطاقه، فهتلاقي عدد كبير قوي من المؤتمرات. كل مؤتمر من دول اللي انت لازم تدخل عليه تبص على مجال المؤتمر ده، مش بس تبعت وخلاص، تبص على العنوان المؤتمر تشوف هل هو فعلا في تخصصك ولا لا، لان في مؤتمرات متخصصه على سبيل المثال في الانرجي هارفستنج، في حاجه متخصصه جدا في التكنولوجي في الالكتريكال كومبوننت، في بعض الكونفرنس متخصصه في البيلدنج في الانرجي سيفنج في البيلدنج خاص بالسيفل انجينيرنج، ده مختلف عن ده تماما. في بعض الكونفرنس متخصصه في السولار سيمال ابلكيشن في الباور بلانتس، ده حاجه مختلفه تماما. في بعض الجورنال متخصصه في حاجات ثانيه كتير، فلازم تعرف تخصص الجورنال اللي انت تبعت عليها وتختارها. في ميزه الاي تريبل اي، اي تريبل اي اقدر اقول لك اغلبيه الكونفرنس اللي بتتنشر في اي تريبل اي كل الابحاث بتاعتها بتتنشر على الاي تريبل اي اكسبلورر بروتوكول. انا لسه منشر بحث السنه اللي فاتت في اي تريبل اي وموجود برضه على سكوبس، اي بحث بيتنشر على اي تريبل اي هتلاقيه على صفحتك الرسميه على سكوبس، البحث بتاعك هينزل اوتوماتيك على صفحه سكوبس. ده بالنسبه للكونفرنس. ايه النصايح للكونفرنس؟ زي ما قلت لكم وانا بشرح الكونفرنس، لو انت طالب اصر 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 ان انت تطلع الكونفرنس مش الاستاذ، ما تخليش الاستاذ هو اللي يطلع، لان يعني ملهوش فايده ان استاذ يطلع، ملهوش فايده ان سينيور ريسيرشر يطلع، الموضوع منتهي بالنسبه له. الكونفرنس بتبقى ميزه ليها اكبر للطالب، فانت لو طالب اطلع بنفسك حاول تتعلم، لو انت معاك اسس تانيين طلبه حاول تاخدهم معاك، ينفع تاخد اكتر من طالب يتحضروا. هتقابلك مشكله في مصر الفند، هتلاقي فيه تمويل، في تمويل من اكاديميه البحث العلمي للترافل والكونفرنس ممكن تقدم عليه، بس دلوقتي زمان كان فرصه كويسه بس حاليا فرصه صعبه. يعني انا فاكر من اربع خمس سنين كان اي حد بيسافر كان بيقدم طلب لاكاديميه البحث العلمي للاي اس ار تي اس دي اف اي اس ار تي هي اكاديميك اوف ساينتفك ريسيرش اند تكنولوجي، كان بيقدم طلب وانا معايا نسخه من الطلب ده فورمات، انا كنت زمان كنت ببعتها للطلبه في جامعه زويل وكانوا بيقدموا الطلب ده، كانوا بياخدوا تمويل للسفر عادي جدا. لو معكش تمويل قدم على الكونفرنس، جيب الاكسبتنس، قدم على الفند من اكاديميه، ممكن حظك يكون كويس وتتقبل، ممكن حظك وحش وما تتقبلش،
محدش عارف هما بيقيموا ازاي، انا نفسي ما اعرفش لان ما كنتش في لجنه تقييمه. حاول تقدم على قد ما تقدر لجهات تمويل، حاول تشوف. انا زمان كان في مصر الخير، زمان في مؤسسات كتير ممكن تدعم الحاجات ديت، حاول تتابع الموضوع ده. الموضوع سهل وبسيط مش صعب. اهم حاجه انك يكون عندك شغف اللي انت بتعمله، اهم حاجه تحاول ما تيأس، مش صعب جدا.